بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد حسان المهدي، موظف بمعاش 68 سنة. أنا بأيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية. الراجل ده عمل مشروعات ومصانع، وفي نفس الوقت لم ينسيش الغلبان، يعني بدأ من أهل الصعيد في مشروع حياة كريمة. ما كانش عن في بلاد ما كانش عندهم لا مياه ولا صرف صحي، أبسط ظروف المعيشة، والحمد لله وصل لهم المياه والصرف الصحي. احنا عندنا بالنسبه لبلدي فيها الحمد لله صرف صحي شغال طبيعي. وبعدين الراجل ما نسيش الاماكن العشوائيه زي الاسمرات، اسمرات واحد واثنين، وفي اسكندريه في مسبيرو، دول كانت اماكن كلها موبوءه فيها كل المسائل كل الموبقات. الحمد لله الراجل انجز انجازات كبيره، وان شاء الله مؤيدين.